هذا اليوم اللي بيتفرجوا علينا معانا. قبل ما نروح للجماهير معانا شاعرنا الجميل علي عفيفي. ازيك يا علي؟ يا مساء الفل يا ابو كاتم. عمل لنا ايه عن الجزائر ومصر؟ والله الرفاق في الجزائر حائرون، يفكرون يتساءلون في جنون، هتعمل ايه يا رابح مع فرقه وراها 80 مليون؟ الرفاق خائفون مرعوبون، اصلهم بالامس كانوا واهمون، يتخيلون اننا مع زامبيا راح نطلع درون، وهم بقى يتاهلون ويحضرون يتفسحون عند الهرم وعن خمون. الرفاق في الجزائر طيبون، والرفاق عندنا متخبطون، بعض مقدمي البرامج والمحللون على الهوى يتراشقون، حسابات شخصية بيصفون، لو خسر حسن شحاتة يقولون ويهاجمون، ويفكرون بحكاية الحضري ونادي سيون، ولو كتبنا يهرولون وينسبون النصر ليهم ويدوشون حضرات السادة المشاهدون. وعايز أبعت كلمتين لدول ودول، الحمد لله والشكر لله، بدأنا خلاص نجني المحصول، زرعنا الأمل بالعرق والتعب وكلام كتير شرحه يطول، والمسألة الصعبة اتحلت والمشكلة بقى ليها حلول، 3 جوان نسجلهم ونتأهل كده على طول. ويا أخ يا اللي في الجزائر، مش كنت تقول إنك جاي تزور الهرم وتتفرج على أبو الهول؟ عايز تيجي اهلا بيك، وانا بعزمك على المحمول، نظف صدرك قبل ما تيجي، انا عارف انك مغلول، اقرا تاريخنا كويس جدا ولا يا واد مخك مقفول؟ شايفك خايف وشك اصفر، حاسس انك مشلول، تعالى يا واد تعالى الحمو، مالك كده واقف مذهول؟ مش بتقول المصريين بتاكل فول؟ ماله الفول؟ رب زويل ورب نجيب، الله. حسن شحاته مش بيربي اخويا عقول؟ على العموم مستنيينك وعيالنا حتصول، وتقول في الاستاد هتقف مذهول، مشلول مغلول مش هتلاقي اي حلول، بس انا خايف بعد الماتش الاقيك مبلول، ساعتها هقول لك نشف نفسك لا تزعل منك ابو الهول. واديني بقول علي بشكرك، وجميله جدا علي عفيفي الشاعر الجميل، يمكن ده بيعبر عن يعني اللي جوه المصريين. اللي جوه المصريين طبعا، حاجات شخصيا الصحافه كانت جامده جدا في الجزائر.